هنا معكم من خلال هذا الموعد الكروي برسم مباريات الدوري التونسي لكرة القدم في جولته الخامسة إلى الملعب الأولمبي بالمنزه. على مستوى الترتيب في المرتبة الثالثة، انتصاره الليلة سيدفع به إلى المرتبة الثانية مباشرة خلف الاتحاد الرياضي بالمنستير، وصول إلى النقاط التسع بالنسبة للاتحاد الرياضي ببن قردان. تقطع الكرة، هنا الكرة ميلو خطير داخل منطقة الجزاء يمرر، لكن الخروج والمقدمة للبرازيليريو ويلينتون ميلو في هذه المواجهة. تخلى عن الألوان الأساسية الصفراء والسوداء وذهب الألوان الاحتياطية، هنا الكرة الحرة تذهب بهذه الطريقة، كرة عبر الجهة اليمنى طلع هجومية للبرازيليريو. جيلبا، هي ثلاثة برازيليين حاضرين في الموسم الحالي بالنسبة للاتحاد ابن قردان الذي قام بالعديد من الصفقات هنا محاولة الوصول إلى منطقة أو في داخل منطقة الجزاء، لكن بعد ذلك الكرة يتألق مع تشكيلة اتحاد ابن قردان. منتصف الملعب، تمريرات حاضرة بالنسبة للترجي بين لاعبي الترجي في منتصف الميدان، نقل اتجاه الكرة هنا أقصى الجهة اليمنى، التقدم والانطلاق حاضر عبر الجهة اليمنى، رائد الفادع يمرر الكرة هنا العكسية إلى الخلف، استلام ممكن، شاهد التسديد، يفضل التمرير الجميل داخل منطقة الجزاء، يا سلام الوصول للهدف الأول ممكن، الله جول أول الترجي، يضرب مبكرا من خلال مباراة الليلة، يفتتح باب التسجيل عن طريق الجزائري المتألق الياس الشتي. أونيكو أموري، جراندي باسيوني، ساكن القلوب، سالب العقول، ميو ساسيوني، هكذا يغني عشاق الترجي الغير حاضرين في مباراة الليلة، لكن ينوب عنهم لاعب يتألق من خلال الأيام الماضية، أعطى جمال بالماضي الفرصة لأن يواجه الكونغو من خلال تواجده مع أبطال أفريقيا بالنسبة للمنتخب الجزائري. هكذا يسدد الياس شتي، يضع الكرة ظهير أيسر فريق نادي الاتحاد بن قردان، تمريرة خاطئة، شوفوا لاعب وسط الملعب بونسو كوامي كيف يؤدي كرة وسط عبر الجهة اليمنى العكسية، وترى وتركيز شديد من شكري الخطوي، وفي الجانب الآخر لدينا معين الشعباني، محاولة تقدم من وترى، يمرر الكرة، الضغط على حامل الكرة، مطالبة بوجود خطأ، لكن حكم المباراة يقول ما في أي شيء، انضم للتدريبات لكن بالطابع الفردي مع المعد صبري البوعزيزي. كوليبالي عاد للمجموعة بعد عملية جراحية، كرة عالية، الله كانت أن تأتي الكرة، النيران الصديقة كانت حاضرة. كوليبالي مجموعة كبيرة من الأسماء القادرة الكوبرا، لكنه لا يتواجد من خلال هذه المباراة. تسديد الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، عاد من جديد للاعبي الترجي، محاولة السيطرة على الكرة، كوامي عبر الجهة اليمنى، التوغل الآن، التقدم، الكرة العكسية على حدود المنطقة، البدري ممكن يسدد، يمرر، يا سلام على التمريرة داخل منطقة خطيرة، جول ثاني، جول ثاني للترجي، الترجي حمراء وصفراء العالية، داني أبلابي كفانيا، تمريرة سحرية على مستوى عالي، على مستوى راقي بالنسبة لأنيس البدري، مررت على طبق بالذهب للقادم من الخلف او القادم من الجهة اليمنى، لكن شوف 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 شوف، في العادة احنا نقول اضرب يا بدري، هذه المرة مرر يا بدري، والفادع هو من يحول الكرة في شباك الحارس. بلال السويسي، كان هناك اعتراض لكن قبل ذلك كانت هناك لمسة يد على لاعب نادي الاتحاد بن قردان في ارضية الملعب، الحكم طلب الاستمرارية او هكذا كانت مطالبات لاعبي الترجي. بعد ذلك سجل رائد الفادع ثاني اهداف المباراة لمصلحة الترجي، اصبحت النتيجة هدفين مقابل لا شيء. احنا كمتابعينك ومعلقين نبحث دائما عن الاثارة، عن المتعة بغض النظر عن نتيجة النهائية. تقطع الكرة، تبدأ هجمة في منتصف الملعب، التحرك، التمريرة، وسط الكرة إلى وترى، يترك بشكل جميل، وصل عبر الجهة اليسرى، الانطلاقة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، وصلت الكرة هنا إلى وترى داخل منطقة الجزاء، الضغط على حامل الكرة، وترى يحاول التخلص ويتحصل على ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح الترجي، ركلة جزاء لصالح الترجي، والاعتراضات حاضرة والبطاقة الصفراء موجودة هذه المرة بسبب الاعتراض بالنسبة لي لاعب اتحاد بن قردان. وترى تحصل على ركلة جزاء، اصطاد مدافع اتحاد الرياضي بن قردان وحصل على ركلة جزاء، أصبحت ركلة جزاء لصالح الترجي. لكن شوف اللقطة الماضية، شوف التخلص من غازي عبد الرزاق ومن ثم التمريرة، وأتت العرقلة الحاضرة من اللاعب
محمد بن طرشة، والاعتراض كان حاضرا بالنسبة للمدافع الذي قام بإرسال الكرة بعيدا وبالتالي حصل على بطاقة صفراء. اعتراضات مستمرة، سفيان خليلي هو من اعترض، أنيس البدري على التنفيذ يسدد، الله يا كبير يا البدري، يسجل ثالث الأهداف بالنسبة للترجي مع نهاية أحداث شوط المباراة الأول، أو مع اقترابنا من نهاية أحداث شوط المباراة الأول، يجعل النتيجة ثلاثية من الأهداف لمصلحة الترجي في شباك نادي اتحاد الرياضي بن قردان، مع الفادع مع إبراهيم وتره، خلفه من عبد الرؤوف بن غيث، محمد علي بن رمضان، ولعبت الكرة بالرأس خارج أرضية الملعب. يعني اتحاد بن قردان على الناحية الهجومية كاد يكون شبه غائب، ولينتون ميلو وخالد يحيى وعمر زكري، كلها أمور حدثت من خلال شوط المباراة الأول الذي بالتأكيد لدينا من خلال العديد من التحليلات مع الزميل هيكل الشعري وزملائه. خلونا نشوف الرقم 27 أو 21 المفترض أن وسيم النغموش هو من غادر أرضية الملعب، هو بالرقم 27 في هذه المواجهة، غادر أرضية الملعب وبالتالي بألوان الدم أو الذهب، ومعها أعلنت القارة الأفريقية عن ظهور غولها الكبير الذي ملأ الدنيا رعبا على مستوى الانتصارات في بطولات القارة. الهجوم هنا، زكري داخل المنطقة يسدد، التغطية الدفاعية، ولدينا الحديث كان عن امتداح الترجي، لكن الأمر المهم الخبر العاجل الحالي هو حصول فريق نادي اتحاد الرياضي بن قردان على ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء تسعد المتابع التيحاوي، فيها بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على الكابتان وخليل شمام لاعب سابق لفيتوريا جيمريتش، 22 مباراة دولية مع منتخب تونس ولاعب نادي الترجي، ما أظن ما تستحق بطاقة صفراء، لم يتعمد خليل شمام قائد الفريق الحصول على ركلة جزاء. لكن في كل الحالات ويلينتون ميلو من أجل ثلاث أهداف هذا الموسم، من أجل هدف أول في إمكانية الاتحاد العودة لهذه المباراة، التقدم، التسديد، الله 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 الله، عاد اتحاد بن قردان، بدأت عودة اتحاد بن قردان من خلال هذه المباراة، اتحاد بن قردان يعود من خلال أحداث هذه المباراة. يا ليالي يا ليالي، وثار أعصاب هذا الكابتن الكبير الكابتن معين الشعباني، كرة لعبت داخل منطقة الجزاء خطيرة، ممكن الرابع، التسديدة، لا 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 لا، عبر شاشة قنوات الكاس بالنسبة للزميل هيكل الشعري يتحدث من علي محمد علي بن رمضان، خطير داخل منطقة الجزاء، فيها صافرة وخطأ، صافرة ومطالبات الترجي بوجود ركلة جزاء حتى أن معين الشعباني، لكن خلنا نشوف الخطأ كان هل من داخل أم من خارج منطقة الجزاء حين وقع الدفع. هجوم عبر الجهة اليسرى، كرة عكسية عالية داخل المنطقة، الاستلام، التمرير حاضر، والتسديدة تصطدم بوتر، عالت من جديد خارج أرضية الملعب. إلى كوامي، إلى وتر من جديد، عكسية، المطالبة بوجود ركلة جزاء، حكم مباراة قال ما فيها شيء، كذلك مع الترجي. هنا عادت الكرة التي طالب من خلالها بوجود ركلة جزاء، هذه كرة كانت رمي التماس لبن قردان، وكرة اللي لمسها لاعب بن قردان ما هي بلنتي، هكذا اراد ان يوصل لنا داخل المنطقه، الثاني، الله، ما زال احتفاظ الكره حاضر بالنسبه لي زهير عطيه، 1 2 3 بشكل جميل، اللعبه عكسيه في انتظار ان يقدم عطاءات مميزه تتوج بمركز مناسب للوصول لبطولات افريقيه على مستوى المشاركة. ركلة حرة للترجي تسدد أرضية، واللي ساهم في ذلك أكثر هدف المبكر لإلياس شتي، أربك لاعبي اتحاد بن قردان، ظهرت العديد من الأخطاء خاصة في الدقائق الأخيرة الشوط الأول وانتهى 3-0. لعبت الكرة هنا عالية، الرابع ممكن، الرابع ممكن، الله، خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى للمشاركة في هذه البطولات. هجوم عبر الجهة اليسرى، التقدم العكسية من أجل الرابع، بالفعل ركلة جزاء، ركلة جزاء، يا أبا الترجي